أهلا بكم في نشرة الاقتصادية. كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد عن استكمال التصاميم النهائية لبناء مبنى جديد للمسافرين في مطار البحرين الدولي، مع تعيين أول شركة لأعمال المقاولات التحضيرية بالموقع. وقد توقع وزير المواصلات على هامش رعايته لمؤتمر المطارات العربية أن يتم تعيين الشركة الثانية للمقاولات التحضيرية خلال الأسبوع المقبل، متوقعا استلام عطاءات المقاولات الرئيسية للأعمال الإنشائية في نهاية يوليو المقبل، على أن يتم إرساء المقاول الرئيسي للمشروع بنهاية أكتوبر القادم. وبحسب وزير المواصلات، ستتجاوز ميزانية مشروع مبنى المسافرين الجديد المليار دولار، معربا عن أمله في استكمال المشروع بحلول 2015. المبنى المسافرين الجديد راح يكون تقريبا 3.5 إلى 4 مرات ضعف المساحة الحالية، كطول تقريبا الحالي نص كيلومتر. المبنى الجديد بيكون 1 كيلومتر، يعني كيلومتر كامل، فبيكون في تقريبا يقدر انه هو يعني يستقبل 24 طائره الصغيره في نفس الوقت، واعتمد على حجم الطائرات، لكنه في 24 برج هوائي اللي هو الباسنجر لودنج بريدجز. طبعا بيكون في هنا راعينا في انه يكون في استخدام احدث الانظمه التكنولوجيه. البرنامج تحديث مطار البحرين الدولي برنامج طموح. القيمه اللي راح تستثمر في المطار على مدى الاربع سنوات القادمه تقدر بمليار و100 مليون. طبعا هذه راح تعيد وضع المطار ك مركز إقليمي لحركة الطيران في المنطقة، وراح تتيح كثير من الفرص الاستثمارية للسوق المحلي.